اساطير. يعني عايز اقول لحضرتك على سبيل المثال، التجاره البينيه بين الدول الافريقيه بعضها البعض قليله جدا لا تقارن. بنتكلم على كام؟ 13% ما بين الدول الافريقيه القاره ال 54 دوله ال 1.4 مليار نسمه. لو انت خرجت النهارده من غانا باي منتجات بتصدرها للصين، تتذكروا حضراتكم لو بتصدر من هنا لدولة إفريقية هتروح أغلى من إنك تصدرها للصين، نتيجة لمشكلة البنية التحتية في دول القارة الإفريقية. إنها توصل للصين أرخص من ما توصل مثلا لدولة زي مصر مثلا، أو توصل لدولة زي جنوب أفريقيا مثلا، برغم إن إحنا بنتكلم على قارة واحدة، ولكن انك تروح نتيجة في مشكلة في البنية التحتية. عشان كده بنتكلم على بنية تحتية، لابد تحتاج افريقيا حاليا الى حوالي 500 مليار دولار للبنية التحتية عشان انجاز البنية التحتية وربط شعوب القارة وربط الدول الافريقية ل 54 بنية تحتية متميزة زي مصر بتعمل النهاردة. نتكلم على القاهرة كيب تاون، ربط ما بين مصر ومع كل قارة افريقيا. نتكلم على ايضا ربط نهري بحيره فيكتوريا الى البحر المتوسط ايضا عبر نهر النيل ومصر والبحر المتوسط. تتكلم على ده هيساعد كتير جدا. نتكلم كمان على حركه تجاره تكون ما بين الدول الافريقيه، ده اللي بيكلموا فيه في الرخاء او حوار الرخاء الافريقي، وبالتالي العالم الدول الافريقيه لا تستفيد من ثرواتها، وثرواتها للاسف الشديد سنوات استعمار نهب ثروات افريقيا بالكامل، وتاثرت الدول الافريقيه والشعوب الافريقيه كان تاثير كبير جدا. يعني بدل ما انت غني جدا، احنا قاره غنيه جدا بثرواتها ولكن فقراء جدا. يعني شوف المعادله الصعبه، انه اكتر دوله او اكتر قاره عندها ثروات وللاسف الشديد اكتر قاره شعوبها فقيره. اجي نتكلم على غانا واحنا بنتكلم على حوار الرخاء الافريقي. كان بيتكلم امبارح الرئيس غانا نانا أدو بيتكلم